بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. على وقع المعركة الفاصلة في أرض فلسطين، في أرض غزة، على وقع الجرائم التي تجري هناك، تطل علينا بعض الأصوات النشاز أو بعض المنابر المشبوهة لتحدثنا عن حقوق الإنسان، وعن أن المقاومة تتجاوز هذه الحقوق. وتلك تهمة قديمة، فلطالما وصم المجاهدون بأنهم إرهابيون، وأنهم جماعة وحشية، وأنهم لا يحترمون حقوق الإنسان، في تهمة ظالمة مخادعة كاذبة. والعدو هو الأحرى بهذه الصفات. ولكن لكي نضع النقاط على الحروف، لابد لنا أن نطل من خلال هذا المنبر على بيان هذه الحقيقة، أعني حقيقة أخلاقيات الإسلام في الحرب، ونقارنها بشيء مما عليه سلوك الآخرين. أما الإسلام فهو الدين الذي يأمر بالعدل والقسط، والعدل يفرض على الإنسان أن لا يظلم أحدا، أن لا يظلم أي كائن، أن لا يظلم ذا روح حتى لو كان حيوانا، فضلا عما لو كان إنسانا. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا هو ديننا، دين يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، يأمر بالإحسان إلى الآخرين. هذا هو الشعار الذي دعا إليه الإسلام، والذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل معاركه، في كل سلوكه، في كل سيرته وتصرفاته. لكن عندما تنشب الحرب فلا يمكنك أن ترمي على عدوك الذي يرمي عليك كل أشكال القذائف، والذي يمارس كل أبشع أنواع الظلم، لا يمكن أن ترمي عليه الورود. الحرب بالحرب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عندما تكون الحرب قائمة يأتي شعار واغلظ عليهم. لكن مع ذلك، مع أن الحرب هي الحرب بأهوالها وقسوتها، فإن مما ميز هذا الإسلام العظيم أنه جعل هناك مجموعة من الأخلاقيات، وبعضها وإن وصفناها بالأخلاقيات لكنها أحكام إلزامية لا بد من مراعاتها، ولا بد من
الالتزام بها بما يكشف عن هذا الوجه الإنساني الجميل والرائع لهذه الشريعة. إليكم جملة من هذه الأخلاقيات التي يدعو الإسلام إلى احترامها ورعايتها في المعارك والحروب، وقارنوا مع ما يفعله أعداؤنا اليوم وقبل اليوم. رعاية الأسير، يحرم الإسلام العدوان على الأسرى وتعذيبهم والتنكيل بهم، ويدعو إلى الإحسان بهم ورعايتهم. كان المسلمون في بعض الحروب يطعمونهم مما يأكلون ويسقونهم مما يشربون، وقد قالها أمير المؤمنين عليه السلام بشأن ضاربه والذي استشهد بسبب ضربته تلك، أعني ابن ملجم، ماذا قال بعد أن اعتقل؟ قال: أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره. في الأسر أحسنوا التعامل معه، فإن أصح أشفى من ضربة هذه فأنا ولي دمي، وإن شئت عفوت، وإن شئت ماذا استفادت، وإن هلكت فاقتلوه واضربوه ضربة بضربة، وسيأتي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى. إذن احترام الأسير، رعاية الأسير، الإسلام لا يبيح للمجاهدين أن ينكلوا بالأسرى، أن يعتدوا عليهم، وهذا ما تفعله المقاومة اليوم وقبل اليوم. هذا مظهر من مظاهر الإنسانية في هذه الشريعة. المظهر الآخر: حماية المدنيين في الحروب، تجنيبهم ويلات الحرب. الأطفال، المسنين، النساء اللواتي لا يشاركن في الحرب، العجز، المقعدين، المشلولين وما إلى ذلك، هؤلاء لا بد من استثنائهم وفق منطق الإسلام وشريعة الإسلام، ولا بد من تجنيبهم ويلات الحرب. ولذلك ورد في الحديث عن مولانا وإمامنا الإمام الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية، أو إذا أراد أن يبعث سرية جماعة من أصحابه يرسلهم في سرية في غزوة، دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. يعني حركتكم حركة لله، فلا بد أن تراعوا أمر الله في كل ما تقدمون عليه. سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا السرقة من الغنائم، ولا تمثلوا، سأعود إلى التمثيل، تنكيل بأجساد الموتى، ولا تمثلوا ولا تغدروا، ليس من شيمنا الغدر، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ما بيصلح للقتال ولا للحرب ولا حتى لإبداء الرأي، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وآله، وسأعود إلى بعض فقراته. إذن هؤلاء لا يقتلون، المسنين، الأطفال، النساء، العجز. في روايات أخرى أنه الرجال المترهبون أو النساء المترهبون والمتبتلون الذين ينقطعون في صوامعهم للعبادة ولا يشاركون في القتال، في جماعة من الناس قد يجلسون في صوامعهم للتبتل، للرهبنة، للانقطاع إلى الله، حتى لو كانوا على غير دينكم، ولا متبتلا في شاهق في بعض
روايات عنه صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا متبتلا في شاهق، يعني منقطعا. هذا اليوم لما يحكى عن حماية المدنيين في الحروب، حماية المدنيين في الحروب أسس لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن توجد كل هذه المنظمات التي تدعي أنها تدعو إلى حماية حقوق الإنسان. هذا مظهر آخر من مظاهر رحمة الإسلام وإنسانية هذا التشريع. المظهر الثالث: حماية اللاجئ. إذا شخص التجأ إليك، جاءك مستجيرا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وأحد طلب أنه اللجوء، هذا يعبر عنه اليوم باللجوء، هذا له ذلك محمي، يسعى في حديث نبوي شريف ويتحدث عن المؤمنين: يسعى بذمتهم أدناهم. إذا واحد من المؤمنين أعطى أمان لشخص ولم يكن ليشكل خطرا، فيحترم أمانه ولا يجوز الاعتداء عليه. وإذا منح شخص الأمان وطلب الاستجارة فأجير، لا تجوز خيانته على الإطلاق. من أمن رجلا على دمه، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أمن رجلا على دمه فقتله بعد أن أمنه، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول في النار، يعني وإن كان المقتول عدوا لله، لكن بمجرد أن تؤمنه، أن تمنحه الأمان، لابد أن تلتزم حماية اللاجئ. بعد خليني هنا عم بحكي عن حماية المدنيين، حماية الرسل والسفراء والدبلوماسيين. الدبلوماسيون الذين يقومون بالعمل الدبلوماسي، مش بالعمل الأمني تحت غطاء دبلوماسي. رسل، سفراء، قناصل، دبلوماسيون. أكد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه في أكثر من رواية أن الرسل، السفراء، الدبلوماسيون محترمون ولا يقتلون ولا يعتدى عليهم. جاءه رسولان من كسرى، أرسلهما كسرى إلى عامله باذان في اليمن وطلب إليه أن يحضر له محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: أرسل رجلين غليظين ليحضرا لي هذا الشخص. هذا متى حصل؟ عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسائله إلى العالم، أرسل رسائله إلى العالم. من جملة تلك الرسائل رسالته إلى كسرى عظيم الفرس. فلما خاطبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الرسالة ومبتدئا باسمه، انزعج من محمد رسول الله إلى ملك الفرس. كيف يبدأ النبي باسمه؟ فأرسل إلى عامله في اليمن، لأن اليمن كانت تابعة لمملكة فارس، أرسل رجلين ليأتيان بهذا الذي هو عبد من عبيدي ويدعي أنه نبي. جاءوا إلى النبي، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا أنكما رسولان والرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، أتيتما بكل غلظة تأخذوني إليه، لولا أنكما رسولان والرسل لا تقتل. هذا تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. من جملة
أيضا التعاليم الأخلاقية التي جاء بها رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال، الوفاء بالعهود والمواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن إذا التزم فإنه يفي بالعهد ولا يمكن أن يخل بعهده، لكن إذا عدوك أخل من حقك أن تخل. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. يعني إذا في اتفاقية بينك وبين العدو وهو انتهكها وتجاوز كل الحدود، بعد لست ملزما من طرف واحد أن تعمل ببنود هذه الاتفاقية. هذه من قيم الإسلام أيضا، الوفاء بالعهود. من القيم الإسلامية العظيمة في هذا المجال حرمة التنكيل والتمثيل بجثث القتلى. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمته التي ألمحت إلى طرف منها قبل قليل بعد أن ضربه ابن ملجم أوصى، وكان خايف الإمام من بعض الرؤوس الحامية في بني هاشم وكذا أن تأخذهم العشائرية، وقال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. شوفوا عظمة الإسلام. أنا علي بن أبي طالب في ميزان القصاص، قصاص في الدنيا، أساوي ابن ملجم. في ميزان الفضائل والعظمة لا يرقى إليه الطير. عند الله تعالى هو من أقرب المقربين، لكن في ميزان العدالة، هاي نقول للعقلية العشائرية التي لا تزال تسود في مجتمعاتنا إلى اليوم، أنه بيقتل واحد بيقول لك بدنا نقتل زهرة العيل الفلانية، مش نقاتل. علي بن أبي طالب إذا كنتم تحملون اسمه وتنادون باسمه وتتشهدون بالولاية له، أشهد أن عليا ولي الله، يقول: لا يقتلن بي إلا قاتلي. طيب، ثم يكمل سلام الله عليه: انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. المثلة يعني شو؟ التنكيل، جدع الآناف، قطع الآذان، تشويه الجثة. هاي التصرفات لا تليق، حتى لو كان أخبث خلق الله، عندما يموت تصبح لهذه الجثة حرمة. ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. الكلب العقور اللي ممكن يعقرك تقتله، بس ما تنكل فيه، مثل ما بعض الناس بيجيب بعض الحيوانات بيصير ينكل بها يعذبها. إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذه أيضا من أخلاقيات الحرب في الإسلام. ومن جملة هذه الأخلاقيات، شوفوا هاي الرحمة، الإحسان، يمتد حتى إلى الحيوان والبيئة في الحروب. إن لم يكن هناك ضرورة لقتل الحيوان ولا إحراق الغابات ولا القضاء على الثروات الحيوانية، فلا يحق لك أن ترمي سلاحا يؤدي إلى القضاء على هذه الحيوانات، مش بشكل خطر عليك ولا تؤذيك ولا ضرر، حتى لو كانت في أرض عدوك. حماية البيئة في الحروب، خلي جماعة حقوق الإنسان وجماعة البيئة يتعلموا البيئة من مدرسة الإسلام، يتعلموا حقوق البيئة وحماية البيئة من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد.
نهى صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين، نهى رسول الله أن يلقى السم في بلاد المشركين. شوف هؤلاء الذين يرمون القنابل الفسفورية الآن على المستضعفين والمظلومين في غزة، الإسلام يقول لا تلقوا السم في بلادهم لأنها تؤدي إلى قتل الصغير والكبير ومن عليه الوزر ومن لا وزر عليه. في وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم لأمراء السرايا لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، مرت ثم يضيف ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها. إذا ما في ضرورة مش بحاجة لها ما تقطعوها. شوف هاي الرحمة، شوف هاي الإحسان، ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، لا تعقروا من الدواب ما لا حاجة إلى عقره. تعاليم كثيرة مروية عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تعاليم الإسلام. ديننا أخيرا يحرم الغدر والفتك، فالمسلم لا يغدر، لا يخل بالمواثيق كما ذكرنا. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان قيد الفتك. تعرفوا شو يعني؟ يعني إيمانك يقيدك من أن تفتك. ما هو الفتك؟ الغدر. المؤمن لا يغدر، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه: أيها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب أو من أدهى الناس، ألا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار. ما بيغدر المؤمن، بيواجه صلب في الميدان، لكنه لا يتبع الأساليب الدنيئة، الأساليب الرخيصة اللا أخلاقية في الحروب، لا يعتدي على الأطفال. هذا تعليم ديننا. نحن عندما نستحضر سيدنا ومولانا الإمام الحسين في كل عام ونتحدث عن ثورة الحسين، الإمام الحسين يا أحبائي بالحروب بالميزان العسكري لم ينتصر، انتصر بالميزان المعنوي، الحرب المعنوية، بحرب الأخلاق، بحرب الأخلاق. لما جاءه الحر وكان سلام الله عليه على الماء قال: أسقوا القوم وأروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا. عندما أراد بعض أصحابه أن يبدأ الحرب قال: لا ترموهم فإني أكره أن أبدأهم بقتال. معركة كربلاء انتصرت بالقيم، بالأخلاقيات. هناك فعل لو أن مسلم بن عقيل ارتكبه متجاوزا المبدأ الأخلاقي الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربما تغيرت كل نتائج معركة كربلاء التي نرويها الآن. فقد جاء ذات يوم قبل أن يقتل مسلم، جاء عبيد الله بن زياد بعد أن وصل إلى الكوفة، جاء إلى بيت هانئ بن عروة. في بيت هانئ هناك رجل من كبار الشيعة الموالين لعلي اسمه شريك الأعور، كان مريضا. عبيد الله بن زياد بده يستميل الأقطاب، فأرسل إلى هانئ أنه أنا بدي زورك في بيتك. شريك الأعور ومسلم وين في البيت؟ شريك الأعور مريض في هذا البيت، في بيت هانئ. قال لمسلم: ما أحسنها من فرصة، ومتخبى خلف الستار في مكان، فإذا جاء هذا اللعين الذي هو رأس الفتنة قم واقتله. اتفقا على هذا الأساس، وقال: أنا أعطيك إشارة، يترنم بكلمات ببيت من الشعر. بالفعل جاء عبيد الله بن زياد إلى بيت هانئ، أخذ شريك الأعور يردد تلك الكلمات المتفق عليها،
مرة تلو الأخرى لم يخرج مسلم بن عقيل. فعبيد الله بن زياد قال لصاحب الدار: ما به هذا شريك يردد هذه الكلمات؟ قال: غلبه الوجع، يعني ما التفت إلى أن هذه الكلمات هي سر. قال: غلبه الوجع، يعني من شدة الحمى والوجع مش عارف شو عم بيقول، يعني إنه لا يهجر، مش عارف ماذا يقول. فخرج عبيد الله بن زياد من الدار، وهنا جاء مسلم من المكان الذي كان فيه، قال له: شريك، لماذا لم تقتل هذا اللعين؟ قال: والله لسببين. أولا، لأنني في دار رجل وهو هاني بن عروة، وهو يكره أن أقتل هذا اللعين في داره. وثانيا، لأني تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قيد الفتك. هذا جايين زائر على البيت، نقوم نقتله في البيت، هذا غدر، والمؤمن لا يغدر. هاي أخلاقياتنا، هذا ديننا، هذا ديننا، وبهذا ننتصر، وعلينا قدر المستطاع أن نراعي هذه الأخلاقيات. طبعا نحن نؤمن بمبدأ آخر قد نضطر لاستخدامه، مبدأ التعامل بالمثل، لكن الأساس عندنا هو هذه الأخلاقيات، هذه أخلاقياتنا. نقول هذا لكل هؤلاء المتباكين اليوم على حقوق الإنسان، لكل الذين يتباكون على ما يجري في، على ما جرى على ثلة من المستوطنين اليهود. نحن ديننا يأمر بالإحسان والعفو والتجاوز، ديننا لا يأمر بالمجازر. لسنا نحن من ارتكب مجازر في ناكازاكي وهيروشيما، لسنا نحن من ارتكب المجازر المروعة في كفر قاسم، ولا في حولة ولا في قانا ولا في صحمر، قتل الناس بدم بارد في 20 أيلول سنة 1984 كنا في بلدة صحمر. أذكر هناك كيف جمع الناس في باحة ثم قتلوا بدم بارد، طريقة مروعة في القتل، مش أنه قذيفة سقطت حتى يزعمون بأنها جاءت بالخطأ مثلا. جمعوا الناس في زاوية ثم جاءت جلاوزتهم وعملاؤهم تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية وحضورها، وصفوا الناس، وذهب ضحية هذه المجزرة عشرات الشهداء والجرحى. هذا لا نفعله نحن، ديننا لا يسمح لنا بذلك. ديننا يأمرنا بحماية الأسير، ولذلك نقول إن ما يجري في غزة كشف هذا العالم مرة جديدة، يكشف الغرب عن أنيابه، عن وحشيته، هذا الغرب المتباكي على الأطفال اليهود المذبحين كذبا وزورا، لا يرى مئات الأطفال الفلسطينيين المجزرين كالأضاحي في أرض غزة. هذا الغرب الأعمى بل الشريك في كل قطرة دم تسفك في بلادنا. هذا الغرب انفضح زيفه ودجله، وكفاكم تنظيرا وحديثا عن حقوق الإنسان، أنتم مفتضحون، والآن زاد انكشافكم أكثر. ومع الأسف الشديد، فإن بعض المتغربين من أبناء أمتنا إلى الآن لم يعوا، لم يصحوا، ولا زالون يحدثونك عن الديمقراطية الغربية وعن حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان في فلسطين؟ أين حقوق الأطفال في فلسطين؟ إنها الوحشية بكل ما تعني الكلمة من معنى. لكن نحن أمة تعلمنا أن نصبر وأن نقدم، والنصر صبر ساعة. لذلك نقول لأهل فلسطين وأهل غزة: رغم الجراح غير المسبوقة، رغم الآلام،
اصبروا وأنتم تقدمون دروسا لكل العالم في معنى الحرية والثورة. وهذا الزوال إن شاء الله طال الوقت أم قصر، هذا الاحتلال إن شاء الله طال الزمن أو قصر إلى زوال، وإن شاء الله أصبحت نهايته قريبة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.